في شهر رمضان الكريم يدرب الصيام الإنسان على الصبر بنوعيه: الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فيتعلم المسلم الصبر على طاعته لله من أداء للواجبات والمستحبات، من صيام وصلاة وقراءة للقرآن، وفي المقابل يتعلم الصبر عن المحرمات والمكروهات من المفطرات وسائر المحرمات ولو نازعته نفسه ودعاه هواه. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم ونعم علينا به، والله يحفظك ويحفظ خليك.